الشباب، الأخوة، الأخوات، الأصدقاء في كل مكان حيكم بكل تحية خاصة في أيام العيد المباركة دي كلها صباح الخير، مساء الخير أنتوا فين وأحنا فين سعيدة السلام عليكم وهكذا قد يستغرب البعض الزي اللي أنا لابسه ده ده زي سوداني يعتبر بيسموه الأنصارية جلبية أنا بحبها جدا هي تتلبس من قدام ومن ورا وانت ماشي من قدام يشوفك من ورا وانت ماشي من ورا يشوفك من قدام بنسميها جلبية الراح جاي النهاردة هنتكلم معاكم في الحلقة التانية من تعريفات التساؤلات في مع هاني البنا والحلقة النهاردة هتتكلم عن النفاق الخيري قبل ما نخش في الحلقة الثانية دي العالم كله بيحتفل النهاردة باللي هو التلسكوب بتاع جيمس ويب اللي ناسا بنته في أكتر من ستين سنة علشان نشوف في الصور البديعة الجميلة اللي فرضت عليا نفسها ان انا اتكلم في بعض الايات اللي ربنا سبحانه وتعالى وصف فيها الكون وأراجع مرة ثانية معاكم المقولة المشهورة لبيير كيوري اللي خد جائزة نوبل للسلام في 1903 هو وزوجته وقال فيها ما وصلنا من كتب المسلمين في الأندلس 30 كتاب أو 30 مجلد ولو استطعنا من خلال هذه 30 كتاب نقسم الذرة اللي وصلتنا كل هذه الأشياء ولو وصلتنا كل مكتبات المسلمين في الأندلس المسلمين هم كانوا مش إحنا لاستطعنا أن نمشي بين المجرات في الطرقات يعني كنا هيعملوا طرق ما بين بقى عطارد وزحل إلى آخره إلى آخره فاليوم انا بذكر الشباب اللي هو مضيع وقته في كوره ومضيع وقته في اغاني ومضيع وقته في فيسبوك وتويتر وتيك توك وتشيت شات الحاجات دي كلها الكلام الفارغ ده كله اذكروا بعض الايات اللي ربنا كتبها اللي أنزلها في القران عن كيف بنى الله سبحانه وتعالى السماوات أنتم أشد خلقا أم السماء بناها يعني معناها في سورة النازعات 27 ربنا بنى السماوات أو السماء رفع سمكها فسواها يعني السماء لها سمك وسواها في نفس الوقت أغطى شلالها وأخرج ضحاها السماء فيها ليل ونهار ليل ونهار والسماء ذات البروج والسماء فيها بروج هنشرح البروج دي معناها إيه بعدين تبارك الذي جعل في السماء بروجا وفيها سراجا وقمرا منيرا وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض يعني معناها السماوات لها عرض ولها سمك يا معشر الجن والانس ان ان تنفذوا من اقطار يعني معناها السماوات ايضا لها اقطار مش قطر واحد الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها يعني ربنا رفع السماوات دي بغير عمل عواميد نجد هنا ان السماء تعتبر بناء ربنا عملها كبناء خلاص لها سمك واقطار وعرض وبها الابراج الابراج هي الكواكب والنجوم ومنازل الشمس والقمر والقصور والرمل والماء ورفعها على اعمده لا نراها احنا لان يعني السماء دي مرفوعه تخيلوا بقى يا شباب ان السماء دي اللي في فوق فوق دول السماوات دي كلها واقفه على عواميد من الارض الى السماء ده نراها فيها ليل وفيها نهار فيها كل هذه الاشياء فاحنا بنهني العالم كله وبنهني ناسا على انها اكتشفت او عملت هذا التلسكوب الديسكوب جيمس ويب اللي خد 60 سنه او اكتر اللي اخد 60 سنه او اكتر ما بيقول في الصوت ضعيف مش عارف من ايه صوت ضعيف كده صوت احسن صوت احسن كده آه ستين سنه او اكتر عشان يبنوا الايه ال يبنوا التلسكوب فين بقى الشباب بتوعنا احنا وفين الكلمه الخالده بتاعت بيير كيوري وانا شايفين الابراج والكواكب والمجرات اللي اكتشفها تلسكوب واحد عملته ناسا فتهنيتنا اليوم لناسا والعالم كله باكتشاف اللي ربنا كتبه في القران منذ 1400 سنه القضيه بتاعتنا النهارده هنتكلم عنها هي قضيه النفاق الخيري تتمثل في بعض القضايا اللي عدت علينا في خلال العام ده نهايه العام الماضي قضيه اوكرانيا قضيه افغانستان قضيه سوريا اليمن، بنغلاديش، وقضية الجفاف في القرن الافريقي. اوكرانيا وضح فيها تمام الوضوح كيف ان العالم الانساني العالم الانساني يكيل باكثر من مكيال. احد المكاييل هي المكاييل العنصريه على على الجنس وعلى اللون. حتى اللاجئين او النازحين خرجوا من اوكرانيا وما كانوش لهم نفس البشرة عملوا معاملة سيئة جدا أو معاملة مختلفة جدا قامت الدنيا ولم تقعد من أجل أوكرانيا نحن لا نقلل من حجم الكارثة الإنسانية لأوكرانيا لكن في نفس الوقت ده كان في قضية أفغانستان قضية سوريا المزمنة قضية اليمن قضية بنجلاديش قضية القرن الأفريقي لم يتكلم عنها العالم المتمدن بل شغل نفسه بقضية مهمة ولكن في قضايا أيضا مهمة أخرى أغفل عنها العالم المتمدن أو المتحضر بما فيهم كل المؤسسات الكبرى الأممية التي وقفت ولم تقعد من أجل الشعب الأوكراني لذلك أنا بحط المسمى ده هل العمل الخيري أصبح عمل في نفاق يكيل بمكيالين أو بثلاث مكاييل أو بأربع مكاييل أم لا؟ حاولنا انا احد الناس مع بعض المؤسسات العربيه والاسلاميه ان تتفاعل مع القضيه الانسانيه للشعب الاوكراني فشلت فشلت فشل ذريع عقليات بتعامل معها صعبه طب يا اخوانا لما احنا بنتكلم عن قضيه انسانيه لها بالحكومه ولها دعوة بالصراع المسلح إلى آخره ملايين من البشر أصبحوا نازحين في الداخل وأصبحوا لاجئين في الخارج ولا حياة لمن تنادي لأغلب المؤسسات العربية والإسلامية إحنا بنجمع لفلسطين بنجمع مش عارف لكذا بنجمع كذا بردك ده قصور في النظر ويخش في نفس القضية الغربية اللي هي تحدثت عن اوكرانيا واغفلت كل القضايا الاخرى كم في الوقت ده القضايا الاساسيه اللي موجوده بنجدش حتى نسينا فيها فلسطين نسينا فيها الصومال نسينا فيها القرن الافريقي عند المسلمين فهنا مين بيوزن مين بيوزن القضايا الانسانيه بكوارثها بميزان يكون في حياديه وفي مهنيه وفي حرفيه. ده كان الصراع اللي بيني وبين كثير جدا المؤسسات العربيه والاسلاميه واللي انا بقول انا فشلت فيه. حاولنا نسوق قضيه الصومال. اللي حصل في هرجيسه وقلت كان ده اكثر من مره. حريق هائل ليله رمضان السنه دي. خسر كل صغار التجار اكثر من 2 مليار دولار في ليله واحده راح كل راس مالهم لكن لما يتحرك انه حتى المؤسسات الاسلاميه ولا غير الاسلاميه القضية الصوماليه بالرغم ان الصومال شبه الجفاف اللي ضربها عمره دلوقتي خمس سنوات لكن لم يتحرك لان كان قضيه بنجلاديش بتجيب فلوس اكتر شفت بقى بتجيب فلوس اكتر لذلك لا نستطيع ان نقيس اخلاقياتنا بحجم ما نجمعه من المال احنا مش هنبيع اخلاقياتنا بالمال زي المثلين الصارخين اللي حصلوا حبيت ارجع قراني مره ثانيه اخرى مره اخرى من اسبوعين من وجهه نظر اللي هو الكارثه الاقتصاديه اللي هتصيب العالم او اللي اصابت العالم حاليا وخاصه كل دول العالم المتخلف الفاسد اللي حكوماته فاسده رفعوا الاسعار وضعفوها وكل شويه لك اوكرانيا 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 اوكرانيا, أوكرانيا ما عملتلوش حاجه حبينا نعمل ورشه عمل أو لقاء على الزوم عشان نناقش فيه قضية تأثير أوكرانيا الصراع في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي. فجاي رد من أكبر مؤسسات من المؤسسات اللي موجودة في الغرب خاصة في أوروبا قال لي إحنا دلوقتي هنعمل نداء لشرق أفريقيا. طب كنت هتعمل إيه؟ كنت حالته. طب ما إحنا بنقول من ست أشهر. من سبعة أشهر من السنة اللي فاتت لما نميتوا فلوس لأوكرانيا ما عرفتوش تزلفوها دلوقتي أصبح في فرصة أخرى نلم فلوس تانية وده بعض الناس من المؤسسات الكبرى دي اللي هي تعتبر مؤسسات مليارية بتعمل نداءات في كينيا وفي الصومال إلى آخره إلى آخره لذلك هذه أمراض أصابت من يبحثون داخل العمل الإنساني الدولي عن المال فقط. عن المال وكأنه بيبيع قيم وأخلاقيات وأهداف ورسالة ومهمة المؤسسة من أجل حفنة من الريالات أو الدولارات أو أو إلى آخره. ده الشيء اللي بيخلي الإنسان ينزعج. في الألفية بداية الألفية الثالثة نحن نجد نحن مازلنا ما زلنا ننافق حتى ونحن نتحدث عن آلام الفقراء والمساكين إلى آخره. ده كان مدخل نحن هل نحن منافقين أو النفاق الخيري. في أسئلة من الحلقة اللي فاتت كان تركها الدكتور حسان جنيدي سؤال منهم بيقول آه. كيف يمكن أن نعمل مناصرة لبعض النماذج الغير منتجة في السياق الإنساني؟ تعتمد عدم إنتاجية النماذج دي ليه؟ هل هي لأنها لها رؤية استراتيجية بعيدة المدى وستنتج بعد خمس سنوات أو عشر سنوات أم لأنها فاشلة من الأول؟ مفيش نموذج غير منتج بيبقى غير منتج لمجرد أن هو غير منتج. ممكن تكون فيها في عندي فشل في الأد... في الاداره ممكن يكون عندي فشل في التطبيق ممكن يكون المدراء بتوعه ان انا مع... معينهم ليه سيئين ممكن يكون انا بش... بعمل النموذج ده في المجتمع هو لا يتمشى مع اللي هو ال... 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 البرنامج ده او ممكن يكون شيء استراتيجي للمستقبل فلو احنا سير استراتيجي المستقبل يبقى احنا بدك انه يقلوا الاشياء الميزانيات والكفاءات ونقول للناس احنا بنحاول مثلا نستصلح اراضي صحراويه مثلا الاراضي الصحراويه عشان نستصلحها قدامك ليس اقل من سبع سنوات ان لم يكن اكثر انا بتكلم سبع سنوات عشان ايه بحب ارجع للي هو معادله سيدنا يوسف عليه السلام ده لما نخدر الارض لكن لما الارض تثمر مش اقل من 10 15 سنه الارض ايه الصحراويه فلذلك كيف نعمل منصة لبعض النماذج الغير منتجه على حسب ليه هي غير منتجه ما ينفعش نقول أه يعني ايه أه يعني إيه؟ زي ما تقول اطلاق عام كده لشيء من غير ما ينعشه. إيه وكل عندنا أه ارقام وحقائق ليه فشل هل احنا عملنا دراسه جدوى قبل ما نعمل المشروع ده ولا ما عملناش بالهبل كده زي ما كتير جدا من رؤساء الجمعية تصحوا من النوم يقولك لك يلا احنا رايحين بكره ده في شاب كده انا اعرفه موجود هو في افغانستان دلوقتي بيصور مع كتب الارض هو مش عارف ولا ليس مدرك ان قد يكون اللي بيصير معاهم دول يكونوا مصنفين دوليا وده يدور يضر الجمعيه بتاعته شغل الهابولي ما ينفعش في مناطق الصراعات المسلحه ومناطق وجود اللي هي الجماعات المسلحه المصنفه سواء كان في شمال نيجيريا او في الصومال او في افغانستان او في بعض المناطق في العراق او سوريا الى اخره ده بالنسبه للسؤال الاول من الدكتور حسان جنيدي السؤال الثاني من الدكتور حسان جنيدي ايضا هل بنى راس المال المجتمعي التي تهدمت قبل بناء مرخه نعم دي لا انا بنات بنايه بنيت بنايه والبنايه دي اتهدت هرجع ابنيها تاني او حصل تصدع في الاساس بتاع اي بنايه هبنيها تاني وتالت ورابع برضك بناء على ايه؟ بناء على دراسات احنا وللاسف جمعيات لا تؤمن بالبحث لا تؤمن بالدراسه والتحليل لا تستثمر لا في بحث ولا في دراسه ولا في تحليل مش هرجع اعيد بنايه البنى التحتيه لل للمره اخرى بدون دراسه او مش هبدا في عمل بنى تحتيه لاي مشروع بدون دراسه في رؤساء حكومات مخهم ضربه يقول لك اعمل لي ده بكره اعمل لي ده بعد بكره ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش لازم يكون في دراسه وفي بحث وفي تحليل دراسة وبحث، أيوه ممكن أبني بنى رأس المال المجتمعي، وبعدين نعرف ما هو رأس المال المجتمعي؟ الرأس المال المجتمعي هي المعادن، هي المياه، هي هو المناخ، هو اللي هو المجتمع المدني بتاعه، هو اللي هو الطاقات البشرية، لابد لابد نتفق على ما هو راس المال المجتمعي اللي احنا هنبني له بنيه رئيسيه علشان تحافظ عليه انا في رايي الشخصي اهم راس مال مجتمعي هو الانسان شاء من شاء وابى من ابى وتنخر من تنخر واهم شيء في بناء الانسان في اي دوله هو التعليم زي ما احد المبدعين اللي انا بسميه دك... الاستاذ مصطفى عثمان عايز نعمل حلقه عن التعليم بس هعملها بس مش النهارده لان التعليم هو المحور القاطع داخل اي مجتمع في العالم يبقى احنا حق... ايه هو راس المال المجتمع اللي عندكم يا شباب نتفق عليه هل السياحه زي ما كتير جدا من الناس بيقول لك السياحه لا الانسان أهم رأس مال مجتمعي هو الإنسان، الذي لابد أن نبني له أو لها كل المكونات المجتمعية، الممكنة له أو لها في أن يبدعوا، وأن يعيشوا حياة حرة كريمة، وأن يتحولوا من مجرد مواطنين عاديين، إلى مجرد مبتكرين مبدعين أي بنى تحتية أخرى تأتي بعد الإنسان أي بنى تحتية أخرى تأتي بعد الإنسان بعد نتكلم عن أهم رأس مال المجتمع عندنا المجتمع السوري مثلا اللي عايش في الشتات في الداخل سبعة مليون ستة مليون اللي عايش في الخارج في اللجوء ممكن خمسة مليون هل إحنا اهتمينا بالفرد كل الفرد تحول هذا المجتمع بالسياسة الخاطئة للعمل الإنساني الدولي إلى مجتمع مستجدي كنت أتناقش مع بعض الشباب السوريين عن عمل ضغط على الأمم المتحدة قبل ما يطلعوا القرار بتاع أنهم يمدوا فتح الحدود بتاع باب الهواء. من تركيا. هي اتفتحت لمده 6 اشهر دلوقتي. فبقول لهم يا اخوانا انتوا بكلموا الناس. فاحد الشباب العاملين هناك شاب اسمه مصطفى معاه بيدرس صيدله. قال لي الناس خلاص تعودت على السله الغذائيه. خلاص. خلاص 10 سنين ولا 11 سنه سله غذائيه. سياسه. الدعم الإنساني اللي هو نسميه ريسبونس سياسة قاتلة للإبداع محولة لأي شعب منتج إلى شعب مستجد وده اللي حصل مع الشعب السوري كان شعب منتج ومبدع حتى في ظل الظروف اللي كان عايش فيها في الداخل قبل أحداث 2011 لكن دلوقتي أصبح كده بتكلم مع شابة تانية من الشباب السودان تقول لنا احنا عايزين ندور على وظائف مش لاقيين قلت لها قدامك قدامك مسارين المسار الاول تفضلي تدوري على وظائف الى ان تجدي وظيفه والمسار الثاني تتجمعي مع اصدقائك وتعملوا مشروع او مبادره قالت لي بس الشباب مش هياخدوا فلوس قلت له عمرنا ما خدنا فلوس احنا انا قعدت سنه ونص في بريطانيا العظمى او سنه وثلاثة اشهر او اربعة اشهر في المستشفى اسقط واسقط 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 لغايه ما ايه؟ ما بعد كده على النتيجه ونجحت وتوظفت بعد سنه ونص من التدريب في المستشفيات ما كنتش بقدر اسيب المستشفى عشان ايه؟ عشان الناس المستشارين يشوفوني ويعرفوني ويزكوني لما انجح واخد المعادله اشتغل عندهم واتنقلت لكذا مدينه كنت في حاجه اسمها ابريستوث ومن ابريستوث رحت لولفرهامبتون ولفرهاوتن رحت حتى اسمها سوانزي ومن سوانزي رحت لحته اسمها آه ريدنج في جنوب آه بريطانيا في قاعده لندن وبعدين لما نجحت في ريدنج خدت اول وظيفه هناك ست وش... ست ست اسابيع ست اسابيع بعد سنه ونص عاطفي كنت بصرف على نفسي وعايز اتعلم فالشاب اللي يقول لك طب انا هشتغل هعمل برنامج ببلاش طب وهتبقى حملها مين حمل الامور هتسوء اكتر واكتر السنه الجايه والسنه اللي بعدها في ظل الحرب الاوكرانيه او الحروب اللي ممكن تمتد في اماكن اخرى في الشرق الاقصى الاوسط والعياذ بالله ده بالنسبه للسؤالين بتوع اخونا حسان جنيدي في سؤال تاني كان من الاستاذ اسم محمد رياني بيقول في محمد ياني هو من أحد العاملين التوانسة المبدعين في أفريقيا بيقول ما, ما هو الإعلام الإنساني لابد أن يكون للعمل الإنساني إعلام متخصص مهني حرفي له أخلاقيات وقواعد يكون في أهم الأخلاقيات وقواعد العمل ده أو الإعلام ده هو احترام من الأرمنة واليتيم ما نجيش نيجي جنب الست كده ونقول لها اضحكي اضحكي أو الواد يبقى نجيب له إيه شنطة ملزوق عليها إيه اسم الجمعية يبقى رايح المدرسة والناس كلها اصحاب يقول إيه الله أنت بتاخد مساعدات يبقى كل العمل الإعلامي الإنساني عنده أخلاقيات مش بس العمل الاعلامي الانساني يكون عنده اخلاقيات ولكن ايضا العمال الانسانيين والمجتمعيين عندهم اخلاقيات مش بس دول يكون في ميثاق عمل انساني واخلاقيات انسانيه زي ما احنا لما تخرجنا من كليه الطب كان عندنا ميثاق بنحلفه واللي خرج من كليه الصيدله في ميثاق وهكذا يبقى بالتالي ايوه في لابد يكون اعلام انساني حرفي مهني. انا اذكر لكم احد الشخصيات المبدعه في العمل الاعلامي اللي مشي مسيره قرابه 40 سنه او اكثر اللي هو الاستاذ اسعد طه اللي بدا كمراسل صحفي لجريده الشرق الاوسط ثم هو من بنى صوره تلفزيون الشرق الاوسط ايام حرب البوسنه وكاد ان يموت وكيف ان هو كان عايز يربي جيل من الشباب عشان يعمل العمل الاعلامي الانساني ده وعانى من المؤسسات اللي محدش فيها دعمه عشان يعلم ازاي الشباب الصغير اللي زيكم يبقوا هم اعلاميين انسانيين رجل عنده خبره 40 سنه وعنده كل المجالات دخل فيها لكن ما عرفش يؤثر لتاسيس هذه المنظومه عشان يدرب جيل شباب جديد يبقى الفكر فين الغلط عند سؤال اخونا محمد رياني عند الجمعيات اللي معاها فلوس اللي هي بس هتاخد اللقطه عشان تجيب القرش والقرشين والدولار والدولارين ده بالنسبه للعمل الاعلامي الانسان السؤال ايه الثالث السؤال الرابع اللي سأله الدكتور محمد طنطاوي وده واحد من مبدعين في مصر مبدع مبدع يعني بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله هو محمد رياني ومحمد الدكتور حسان جنيدي الى اخره وان شاء الله اسئله الدكتور الاستاذ مصطفى عثمان لما نجاوب عليها بعد في حلقه من الحلقات بعد كده يعني مصطفى عثمان لما نتكلم عنه يعني ذهب لكل المناطق الخطره من الشيشان البوسنه كل الحاجات دي ايام ما كان في حرب حرب صدر مفتوح ورجع زي ما هو وانا كان جزء من النسيج القوي داخل المؤسسه بناها بوجوده في اماكن خطرة حيث لم يكن هناك احد متواجد في هذه الاماكن نرجع للسؤال الرابع اللي هو من هم اصحاب الحقوق اصحاب الحقوق هم أصحاب رأس المال الذي نتمتع بإنفاقه على مؤسسة اللي هم مين؟ هم الأرملة واليتيم والمسكين ها؟ والشيخ العجوز إلى آخره هم دول أصحاب رأس المال الحقيقة أو أصحاب الحقوق فحينما نتمثل حياتهم وشظف عيشهم نحاول ان نتعامل مع مالهم الذي بين ايدينا باكثر تقوى وورع وخشيه في الانفاق كما كان يعمل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم بعده الخلفاء الراشدين وقبله ايضا علشان نبطل نبطل نقول ايه؟ نبطل نستعمل كلمة مستفيد في مين هو المستفيد يا دكتور محمد طنطاوي ويا اخواننا مين المستفيد الحقيقي؟ احنا الموظفين احنا اللي بندفعنا المرتبات، احنا اللي مرتباتنا بنسافر بيها ونتفسح وكذا وكذا احنا المستفيدين هم اصحاب المال واصحاب الحقوق فحذاري بعد كده يا شباب اننا نقول على هؤلاء الناس مستفيدين ده هو صاحب المال وهي صاحبة المال كلهم أصحاب مال إحنا المستفيدين إحنا المستفيدين رؤساء الجمعيات مستفيدين مدراء الجمعيات مستفيدين رؤساء القطاعات مستفيدين عمال الإغاثة مستفيدين أما صاحب المال الحقيقي يا دكتور محمد يا فهو الأرملة واليتيم والمسكين الأرملة واليتيم والمسكين هو ده الحق اللي احنا نتكلم عنه عشان نغير استعمال الألفاظ القديمة اللي كان فيها شيء من الاستعمارية العلوية أو الاستخرابية العلوية للشعوب إلى أننا نعترف بفضل هؤلاء المساكين علينا نحن واحد هذه الاستشعارات اننا نرى كيف يعيشون وكيف نعيش كيف يتعلم ابنائهم وكيف يتعلم ابنائنا كيف ياكلون وما ياكلون وماذا ناكل اين ينامون واين ننام صاحب المال بينام في خيمه صاحبه المال بتاكل درة حب وانا باكل فراخ وكباب وكذا وكذا وكذا. صاحب المال بياكل حته لحمه بزعله في الاضاحي. وانا بطبع خروف واثنين وثلاثه. صاحب المال بيمشي على رجليه. وانا عندي عربيه واثنين. صاحب المال ها؟ ساكن في مع مجموعة من الناس مفيش حرمة للسكن للنساء والاطفال كله تلخبط على بعض ده صاحب المال الحقيقي يبقى اصحاب الحقوق يا دكتور محمد طنطاوي هم الفقراء والمساكين الى اخره ارجع الخص الكلام اللي كنت بقوله النهارده من اول عشان الشباب اللي جم متاخرين اتكلمنا عن الإبداع اللي عملته ناسا في عمل اللي هو تلسكوب اللي بتاع جيمس ويب، وإزاي إن دولة عظمى زي أمريكا بنت التلسكوب ده في 60 سنة، والآخر الآخر ترجمت ما هو موجود في القرآن، وللأسف أهل القرآن بعيدين كل البعد عن العلم والعلوم المعرفية، ده كانت أول نقطة. النقطة الثانية اتكلمنا على الكاين بمكيالين في النفاق الخيري ما بين التعاون مع القضية الأوكرانية بمكيال وعدم التعاون مع القضايا الأخرى زي أفغانستان وسوريا واليمن وبنجلاديش وحاليا أصبح في فرصة أخرى في فرصة أخرى إن هذه المؤسسات تجمع فلوس عشان هتعيط هنعيط ها يعني كده هنعيط <applause> على الصومال وغيرها وكينيا وجنوب السودان وتنزانيا والسودان الى اخره ده كان نقطة تانية. النقطه الثانيه النقطه الثالثه كان في اربع اسئله اثنين من الدكتور حسان جنيدي واثنين الاخرين من هو محمد رياني ودكتور محمد طنطاوي انا بشكركم جزيل الشكر وربنا يبارك فيكم جميعا <applause> وللاسف أنا هنقطع أسبوعين علشان مسافر البوسنة يوم الجمعة وبعدين تركيا وأرجع تاني نواصل هذه الفقرات لكن من البوسنة ومن تركيا حيكون لنا مداخلات أخرى خاصة في تركيا إحنا عاملين ملتقى كبير جدا بيتكلم عن شيء أنا حنبئكم عنه بنسموها أبعاد العمل الإنساني الدولي لأول مرة في تاريخ العمل الإنساني العربي والإسلامي نتكلم عن أبعاد العمل الإنساني الدولي الخارجة عن العمل التقليدي لو أكل شر شر نايم لبس إيه هم الأبعاد دي؟ الثقافة تاريخ فلسفة الفكر الإعلام المناصرة تدريب البحث الدراسة الإنسانية الدبلوماسية تاثير القضايا الدوليه على العمل الانساني وهكذا كوكبه كبيره جدا الحمد لله هتكون من يوم 26 28 اللي عايز يشترك منكم معانا فيها اهلا وسهلا يقول لنا بس اذا كنتم في اسطنبول يقول لنا واذا كنتم من الخارج نحاول نعمل زوم علشان ايه تتواصلوا معانا فيه جزاكم الله خير ويجعل كل ايامكم سعاده وهناء و كل حاجة حلوة ليكم ليكم واللي بتحبوهم ولكل الناس كلهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته